بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الثانية من المحور الأول الذي بعنوان Review of Engineering Drawings Fundamentals. Topics of this lecture are Views Selection, Alignment of Views, Orthographic Writing Steps, Basic Dimensioning, and tangencies and intersections. نبدأ بالجزء الأول views selection. Views selection steps are: select the front view, second, select the adjacent views. The object's longest dimension should be represented as width. أكبر مقاس في الـ object لازم يكون هو الـ width. نحاول أن يكون هو الـ width. هذا مثال. عندنا خيارين لرسمة السيارة. الخيار الأول والخيار الثاني. هنا معانا فراغ كبير في الورقة. وهنا it seems optimized. فهذا يكون inappropriate. الأفضل إنها ترسم حسب الخيار الثاني. أساساً المقاس الكبير على الأوبجكت يكون هنا. This is good. The adjacent views that are projected from the selected front view should appear in its natural position. لازم تكون في الوضع الطبيعي. ومثال ذلك السيارة. هذا ما ينفع، هذه الرسمة كده. Inappropriate. Choose the view that have the fewest number of hidden lines. الأفضل إنه الـ view تكون عليها أقل شيء ممكن من الخطوط المخفية. هذه القطعة مثلاً، the observer from this side، بنشوف هذه الـ view. هنا the observer from this side من الخلف تطلع معانا هذه الـ view. هذه عليها أكثر خطوط مخفية، هذه بتكون أوضح. Step 2: select the adjacent view. Choose the view that have the fewest number of hidden lines. نفس الشيء، نختار الفيو اللي عليها أقل شيء عدد ممكن من الخطوط المخفية. تمام، هذا سايد فيو. معانا رايت سايد فيو اند ليفت سايد فيو. هذه الرسمة بتوضح أكثر الشكل لأنه عليها أقل خطوط مخفية. This is good and this is inappropriate. نفس الشيء بالنسبة للbottom view and the top view. هنا الشكل أوضح مع الخطوط المرئية، تمام؟ فهذا بيكون inappropriate. هذا الشكل مثلاً. Choose the minimum number of views that can represent the major features of the object. نختار أقل عدد ممكن من الviews، من المساقط، والتي تبين أكثر شيء ممكن من تفاصيل الأوبجكت. هنا مثلا معنا هذه باينة، ها مع هذا الخط. هنا الثقوب، هذا الثقب، هذا مبين هنا، يعطينا المقاسات. Hall location can be specified on the same view. على الرسمة هذه، على المسقط هذا نفسه، ممكن نحدد مكان الثقب مع هذا البعد، هذا البعد وهذا البعد. هنا أيضا لو رسمنا الأبعاد من هنا ومن هنا بيكون صعب التحديد، فالأفضل على مسقط واحد بنطلع المكان. هنا نحتاج مسقطين، فهذا ما كويس. فهذه المسقط لابد من وجوده.
Choose the views that are suitable to drawing space. هنا مثلا لو رسمنا بهذه الطريقة ما في مجال نعمل المقاسات هنا dimensions, not enough space for dimensioning. فالأفضل إيش؟ فالأفضل أنه تكون الرسمة بهذه الطريقة. وهنا بيصير السبيس على الورقة، ورقة الرسم بيكون optimized. Example, view selection. معانا هذا الأوبجكت. This is a front view. هذا الفرونت فيو. معانا الويدث والهايث. هذا المقاس دي بنجيبه من فين؟ بنجيبه من top view. top view front view بتعطينا ايش؟ بتعطينا size description، بتعطينا shape description. Okay, but shape description is not very clear. لو نظرنا بس على المساقط هذه كيف راح نبين انه الجنب هذا شكله مثلث؟ فهنا غير موضح. فنحتاج ايش؟ يعني هنا في confusion مع هذه الاشكال. لو تشوف المساقط هذه بس في مشكلة. فعشان نبين الجنب شكل المثلث فلازم نضيف ايش؟ سايد فيو. اوكي؟ فلما نزيد سايد فيو بتصير معنا 3 فيوز. اول شيء سايز ديسكريبشن بيكون اوكي موضح، ايضا الشيب ديسكريبشن بيكون موضح من خلال سايد فيو. ففرونت فيو اند رايت سايد فيو بتعطينا ايش؟ بتعطينا بتحقق الاثنين سايز ديسكريبشن اند شيب ديسكريبشن. حتى المقاس دي بيكون مبين هنا، فما نحتاج ايش؟ التوب فيو. One view drawing. Flat part having a uniform thickness. This part, if it is represented by three views, can see, since the thickness is uniform, we don't need bottom view and side view. These two views provide only information about the part thickness. لا تعطينا معلومات إلا على الثيكنس. وكل تفاصيل الأوبجكت مرسومة وموجودة على الـ elevation على الـ front view. فما نحتاج هذوما الاثنين. فبيكون إيش؟ هنا بيكون one view drawing. One view drawing تكفي لوصف الشكل مع إضافة ملاحظة note إنه thickness هنا for example 1 millimeter, 2 millimeters and so on. Cylindrical shape part also. لو رسمنا السلندر هذا by using three views we can see هذه repeated should be cancelled. نفس الشكل مع front view فما لها لازمة. أيضا هذا القطر والشكل infer from CL cylinder هذا يستنتج من هنا، حتى المقاس يستنتج من هنا فما نحتاجها أيضا unnecessary. فلرسم السلندر يكفي أنك ترسم على جنب كذا، تعطينا لو الفيور من هنا الأوبسيرفر بيعطينا بس شكل مستطيل، لكن لابد من إيش؟ لابد من رسم الأكسس. We have to draw the axis, then the information given from this axis, that means this shape is a cylinder. لو ترسم مستطيل بس كده فهذا ممكن يقول إيش؟ ممكن يقول إنه هذا كوبويد، شكل كوبويد. بس لو أضفنا لو رسمنا مع الأكسس هذا يعني إيش؟ يعني إنه سيلندر.